قد ايه انت مهضومه. انت مش بتقولوا كده؟ يلا انا على الباب ونازل اهو. يلا مع السلامه. على فين؟ نازل. يعني ايه نازل؟ زهقت من القعده. فيها ايه؟ بعدين انت عارفه ان انا مش واخد على قعده البيت، واخد على الشغل. بعدين ده انا حتى لما كنت في ايام الدراسه كنت بصرف نفسي واشتغل. وهو الشغل المره دي بقى لبناني ولا ايه؟ لبناني هندي ايراني مالكيش فيه. وبعدين انا عايزك تفهمي حاجه، احنا متعودين ان احنا ما نخنقش على بعض، صح؟ عشان ايه؟ عشان احنا مش متجوزين، احنا يا دوب عايشين مع بعض. ها انت ليه عايزه تغير المود؟ خلاص بقى خلاص. أنا بحبك أنتي وعايزك تعرف إن كل ده ولا حاجة، وهثبتك ده في أقرب وقت. فك بقى، فك ورق العنب. ماشي يلا باي باي. توبوريني. اشرب يا ابن عمي شوية شوربة. مش هقول لك بقى اشرب. إن شاء الله. أنا يا صاحبي مش كانت المستشفى أحلى؟ كل يوم بتشوف ناس وناس في ناس، بدل ما تشوف السحنة المصرية ديت. ما بطيقش أم المستشفيات يا واد يا سوكر، لا بطيق ريحتها ولا أكلها، بحس إن روحي بتطلع جدع. إزاي بقى صاحبي؟ أمال مين هيغرلك على الجرح ويكشف عليك؟ ده جرح كبير يا صاحبي مش قليل. يا عم انزل استقضالي أي حكيم ولا تمرجي من على الناصية كده، المستوصف اللي هناك ده مش كيميا يعني. بصراحة كباكي الواد نسر كلمني وقال لي تعالى اعمل فرح اختها ديت، بس انا صاحبي مش هقول لك كشمت لهم. اه والله انت بتضحك على ايه؟ بقول لك كشمت لهم وهم كبروا لي يا صاحبي، وقالوا لي هنأجل الفرح لغايه ما كباكي يقوم بالسلامه. انت عبيط يا سوكا، انت عبيط. ما تنزل ياض تغني وتشوف اكل عيش. لو انت هتفضل لازق لنا 24 ساعه انزل ياض اخفي من وشي ساعتين ثلاثه، وبالمره تجيب لنا مصاريف الاكل والشرب لحد ما اقف على رجلي. لا يمكن. ايه لا لا يمكن يا كباكي، انا غني وانت بالحاله دي لا يمكن. اول ما تخف ان شاء الله ابقى ابتدي اغني. ما تنشف ياض في ايه يعني؟ وانا مراتك وقاعده حامل في ايه؟ ما تنزل تغني. هات البتاعه دي. اتفضل. بس ما تنساش بس تستقضالي اي حكيم ولا تمرجي عشان حاسس ان الجرح عفل. لا ما انا مش هبيع بنتي، بس انا كمان لازم اشتري الناس اللي عمرهم ما حسسوني غير ان انا واحده منهم، ما اناش حته شغال. بس انت ما تعرفيش نجوان متورطه في ايه، ولو الحكومه وصلت لهم ممكن يكون وضعها ايه. يا لهوي، وهي نجوان الغلبانه دي هتتورط في ايه؟ ده لولاش التعبان ده اللي اسمه مروان اللي قاعد يزن على ودانها لحد ما غواها وخطفها معاه. هي حبت انا وامها، الطمع مع قلبها قتل على ابوها، ما ملاش عينها غير التراب. بس انا بنتي ما تعملش حاجه وحشه ابدا. اي اللي مربياها لا ترجيت استاذ ابو طالب بيه، قلت له ما تاذيهاش. قال لي طمني انت سعد مش هنأذيها، الراجل ده انا معاشرها من سنين. وصحيح يعني ما بيسيبش ازازه المنكر من ايده، بس الراجل حقاي. اي والله العظيم احسن من ناس كتير جدا قاعدين على السجاده. ما جرى ايه يا ست هاجر؟ هنفتح اوضه التمريض ملجا للفراشات ولا ايه؟ الحاجه انتصار قريبتي، وتقعد معايا في المكان اللي انا قاعده فيه ان شاء الله في اوضه المدير. طول ما انت لسانك طويل كده عمرك ما هتتثبتي. والله بقى انا اتثبت بشغلي مش بالهق والماء اللي بيعملوه بقيه الممرضات. خلاص خلاص يا ست هاك، انا همشي عشان ما اجيب لك شي الكلام. انا اسفه يا ست الحكيم، بس اصل انا والله كنت تعبان، لولاش قبل هاجر خدتني هنا عشان ارتاح شويه، وانا خلاص بقيت كويس. بعد اذنكم اتفضلي. استغفر الله العظيم يا رب. معلش يا هايدي، شدي حيلك واستحملي شويه. انا مش قادره يا نادر، مش قادره خلاص، انا بنهار بجد. انا بعد الصدمه اللي اتصدمتها كان المفروض اسافر في حته، اقعد في اوتيل، في ساناتوريوم، اعمل نقاهه لغايه ما ارتاح واهدى. انما انت مش متخيل الوضع اللي انا فيه، انت مش متخيل انا عايشه فين ومع مين. دي زريبه يا نادر، ولا لا الزريبه ارحم حتى. عارف وفاهم وحاسس بيكي يا هايدي، بس للاسف. ما تديني ميعاد يا نادر، مفيش حاجة اسمها استحملي وخلاص. قولي استحمل قد ايه؟ اسبوع، اتنين، تلاتة، شهر؟ فهمني القضية دي ماشية ازاي، وانا هاخد براءتي امتى؟ انا ما عملتش حاجة تستاهل كل ده يا نادر. ايوة هايدي، بس القضية محتاجة شوية وقت. وقت يعني ايه؟ ما تتكلم كلام محدد. انا بدفع لك فلوس يا نادر عشان انت المحامي بتاعي والمفروض تفهمني اللي بيحصل، مش تعاملني زي العيلة الصغيرة وتخبي عني كل حاجة. طبعا حقك، ولو هيريحك انك تعرفي الوضع بالظبط فانا بقولك تعايشي تماما مع الوضع الجديد اللي عندك.
لانك محتاجه معجزه من السماء يا هايدي. علشان تاخدي حكم مخفف، ده القانون. الحكم المخفف ده بقى مش شهر ولا اتنين ولا عشرين، لا ده سنين. فبناء عليه بقول لك تكيفي تماما مع الوضع الجديد اللي انت عايشه فيه، واللي ممكن يستمر لفتره طويله يا هايدي. فتره ممكن تنسيكي اصلا وضعك القديم. فهمتيني؟ هايدي انا مش ساكت. انا ماشي في كل الاتجاهات وبعمل مجهود خرافي علشان اخلصك من الوضع السيء اللي انت فيه. والوضع الاسوأ اللي مستنيكي اللي هو السجن. هو ده الوضع الكامل يا هايدي اللي انا باخد منك فلوس عشان اقولك. الو الو هايدي، الو لا طبعا في مشكله. اول حاجه كان في خطوره على حياه صاحبك، تاني حاجه انتوا ما دفعتوش اصلا فلوس المستشفى، تالت حاجه بقى اخدت الكرسي بتاع العيانين، وده في موظف مدي عليه عهده يعني ممكن يدفع ثمنه. انا مش فاهمه بس انتوا عملتوا كده ازاي. واحده واحده بس يا ملك الرحمه. انت اول حاجه كبداكي ما فيش خطر على حياته، ده واد بسبع ارواح، وتاني حاجه دي مستشفى حكوميه، هدفع لك الفلوس كلها على دائره تعريفه، وبالنسبه للكرسي هجيبه لك وعنايه الاثنين، وفي بوسه حنك كمان. بس يعني يعني ايوه حاجه كده لمؤاخذه كده، في سؤال سئيل يعني عايز اقوله لك. قول يا عم السئيل. بالاخر كده انت عارفه ان ابراهيم من ساعه ما خرج من المستشفى ما حدش غلى على الجرح، لا على الحقن اي حد اداها له، وانا ممكن اديها له بس يعني مش اي حد غلى على الجرح وانت عارفه. ايوه بس دي ما فيهاش رزاله ولا حاجه، ده شغلي عادي يعني. ما هو في مشكله تانية يا ابله. ايه بقى؟ ابراهيم ساكن فوق السطح وفي اوضه من الاخر كده عزبنجي لوحده، قاعد لوحده يعني. اه افلام عربي بقى، واروح ما الاقيش اصلا ولا في ابراهيم ولا جرح، واقول لك هو فين تقول لي راح مشوار والكلام الفاضي ده. صح اخص عليك يا ابله، ايه الافلام اللي انت بتقوليها ديت؟ ده لو كعب رجلك بان اغطيهولك ان شاء الله قطع حته من جسمي. ما تعرفيش مين سكر حلواني، الجدعانه، الشهامه، الطرب الاصيل. خلاص يا عم مش قوي كده، ما كانش قصدي. وعلى العموم انا هاخد امي معانا، مع ان امي ما تنفعش تطلع السلم، دي ست كبيره، بس هاخدها عشان انت ما تزعليش. اقول لك حاجه، امي دي ست طيبه جدا جدا جدا، كل المنطقه بتحبها. اقول لك حاجه، اي سر عندك قوله لها، لا يمكن تطلعه ابدا. دقيقه واحده بس، ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا، حبيب قلبي، وحشاني يامه. مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي، حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هاجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح؟ يا اما كلمتك يا اما ولا زدتك على طرف. وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه؟ وانا مالي ومال العالم دي اساسا يعني. وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح، وهو جدع وقاعد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك يا اما دي بنت مؤدبه ومتربيه، ومن الاخر دي شغلتها بقى يا امي. شغلتها شغلتها يا شغلتها. اي هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا ولا، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك يا امي تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم، ابله هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل. بس اقول لك يا واد، لا انا هطلع. ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا واد. تعالي يا واد اتفضلي اتفضلي. يا ابله هاجر استنى يا واد، الحاجات دهيت احنا هنسيبها كده اهو تسرق يا واد. مش هتسرق يا ام، انا يا الاثنين يا ام. شيل يا اخويا شيل. حاضر يا ام، اهو يا ام، خلصيني يا ام، وادي كمان البصل اهو يا ام. ازيك يا خالد؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا واد يلا يا ام بسرعه يا واد. يلا يا ام يلا ان شاء الله عليك. يلا يا ام يلا. دي والله ولا كوز العسل. اه يا بنت انت عارفه حارتنا ده اهي كلها كده على بعضها، مفيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا ربي، ملائكه عذاب. يا نونا فين من ايام شهر العسل ما كلتش الحمام الحلو ده من ايديكي؟ ليه يا نونا وليه؟ ليه حرمانه منه ليه؟ بالهنا والشفا يا سلومتي. انت بتتعب يا اخويا رم عظمك، انا لولا بس شغل البيت وهديته لا يومات يطبخ لك الزفر. من كانت الحكايه كده انا جبت خدم وحشم يقوموا بشغل البيت وتتفرغي انت لحاجتين بس. ايه هم؟ المطبخ واوضه النوم. انا لا عاوزه خدم ولا حشم. امال عاوزه ايه يا نونا؟ انا عاوزه راجل. ايه؟ راجل؟ امال انا ايه؟ طرف الدولاب؟ وانت يعني يا راجل ترضالي ان اللي اسمها كوريا دي
كل ما تشوفني تمرمط بكرامتي الارض